آلي برئاسة عادل عزة. أستغرب يعني أن حقيقة طلعت بعض الأخبار أو بعض التصريحات لمنسوبي أو أعضاء الجدد يتهمون الاتحاد السابق برئاسة أحمد عيد. أحمد عيد عمل فترة 4 سنوات، يجب أن يقدم له الشكر، يجب أو أن يكون هناك اجتماعات داخل الغرف المغلقة بين الاتحادين ولإيضاح جميع الأمور المالية أو التركة التي ترك الاتحاد السابق، وبعدها يخرج بيان واضح وشفاف للرأي العام ويوضح جميع ما حدث. أما أن يكون هناك تراشق بين الاتحادين وبعدها ننتظر الآن اجتماع بينهم لتحديد ما بعض الأمور المالية، أنا أعتقد أن فيه خطأ كبير وفيه عمل غير احترافي. طيب، من الاتحاد الحالي. خلينا نرجع موضوع السلفة. يعني طبعا هناك معلومات قيلت في السابق أن معسكر الحكام كان على حساب أحد الحكام أو أن أحد الحكام قام ببيع أرضه وتكفل بمعسكر الحكام اللي كان في تركيا الموسم أعتقد ما قبل الماضي. الآن نجد أن هناك 800,000 ريال من ياسر المسحل سلفة لتسيير أمور الرابطة. يعني ما كان في الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق يعني ما كان فيه بنود مالية يعني يقدر يسير من خلالها أموره بدلا من الاستلاف من حتى لو كان أحد أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ أنا أعتقد أنه في بعض الأمور الغامضة اللي ما وضحت للرأي العام. هناك عقود رعاية كثيرة وقعتها الاتحاد السابق، منها النقل التلفزيوني وبعض حقوق الرعاية لدوري جميل، يعني كان هناك في عوائد مالية كبيرة، لكن طريقة وآلية الصرف هي اللي إلى الآن هي واضحة يعني للمتابعين والشارع الرياضي. يعني انك تتسال ان يعني مشكله كبيره ان احد الحكام يتكفل بمصاريف معسكر المنتخب، انا اعتبر هذه كارثه على الكره السعوديه، ان يكون من يتكفل بتكاليف المعسكر حكم احد الحكام. وكذلك السلفه التي قدمها ياسر المسحل، طبعا هو مشكور انه يحاول ان يسير الامور لكن ليس بهذه الطريقه. ان الاتحاد لديه مداخيل ماليه كبيره ومعلنه، يعني اعلنت باكثر من عقد رعايه وقع. أنا لين أرجع وأقول يجب أن من البداية أن كان هناك اجتماع خاص بين الاتحادين لمناقشة الكثير من الأمور المالية، وبعدها يصدر بيان كامل وشافي يوضح جميع آلية وطرق الصرف اللي تمت في الاتحاد السابق وكذلك الديون الآن الموجودة. نحن نسمع يعني أن السيد ريكاردو مدرب المنتخب السابق لازال لم يستلم مستحقاته، حتى سمعنا في حديث لرئيس الأمير عبدالله بن مساعد في إحدى الإذاعات أنه ذكر أنه الاتحاد الحالي ملزم بسداد 97 مليون لقيمة عقد ريكار، ونحن الجميع والأمير ذكر عبدالله بن مساعد أن الدولة قدمت سلفة مالية أو أسقطت بعض الديون عن الاتحاد السابق برئاسة أحمد عيد، ونتفاجأ أن هناك عقد ريكار لم يسدد حتى الآن ومبلغ كبير تجاوز 97 مليون. هناك مشكلة يجب أن الاجتماع هذا المفترض أن كان يحدث في أول ما استلم اتحاد أحمد عادل عزة المهام، وبعدها توضح الأمور ويطلع بيان للرأي العام والشارع الرياضي يعرف ما الذي كان يدور بالاتحاد السابق. طيب،